أخبار اليوم. لقد أضحت الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون والحاملة للسلاح في سباق مع هو مستقر من مبادئ احتكار الدولة لأدوات فرض القانون، بل وأصبحت فكرة سيادة القانون في بعض دولنا تنكسر أمام نزعات طائفية ودينية ومحلية وغيرها، فنجد أن كل مجموعة من المواطنين أو عشيرة تشترك في اللون أو العرق أو المذهب تعرف نفسها بحسب هويتها الأضيق وتخشى من الآخر، بدلا من التعايش معه في سياق منطق الوطن الجامع الحافظ لمصلحة مواطنيه أيا كانت انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية. ولقد وجدت بعض الأطراف ضالتها في الجماعات الإرهابية وقامت بإزكاء تلك النزعات الطائفية البغيضة لتحقيق أجندتها ومصالحها في المنطقة التي تؤثر سلبا على مفهوم الدولة من حولها، واعتمدت تلك الأطراف على عوامل طائفية وشرائح مجتمعية تمكنت من استقطابها لتمرير أجندات خاصة هدفها توسيع نفوذها على حساب مفهوم الدولة في المنطقة العربية. ومع بالغ الأسف فقد تمت ترجمة ذلك عمليا في صراعات تمزق النسيج الاجتماعي والوطني لدول عربية، وبات تأجيج الاختلافات المذهبية وقودا لاستمرار الصراعات في المنطقة بما يهدر طاقاتها ويهدد مقدرات شعوبها، فضلا عما يلحقه من أضرار بالغة بدور الدولة وهيبتها. السيدات والسادة، لقد ظن البعض عندما تحركت الشعوب العربية للمطالبة بالتغيير أن التيارات التي توظف الدين لأهدافها السياسية هي المرشحة لأن تسود المنطقة بتأييد جماهيري، واعتقد البعض أن هذه التيارات معتدلة سياسيا وقادرة على احتواء تطلعات شعوبها وعلى احتواء وتوجيه قوى التطرف والإرهاب. ولقد كشف الواقع العملي أن هذا التيار الذي ادعى ارتباطه بالدين لا يفهم تاريخ المجتمعات العربية ولا يسعى لتحقيق مقاصد ثوراتها وعليه، فقد سعى ذلك التيار لتحقيق شكل جديد من أشكال احتكار المشهد السياسي مستخدما أساليب نفت عنه قطعا صفات الاعتدال والانتماء الوطني، بل وكشفت منذ البداية تماثلا تماما وتعاونا جليا بينه وبين القوى الأكثر تطرفا في المنطقة، وقد اعتمد في مسعاه للاستئثار بالسلطة بشكل أبدي على دعم بعض الأطراف التي راهنت عليه. ورغم ما تبين من فشل رهانات تلك الأطراف على مجموعات طائفية أو عقائدية داخل الحدود العربية في تحقيق الاستقرار ومصالح تلك القوى وما يسببه ذلك من اضطراب إقليمي متسع وممتد، فإننا نجد مع ذلك أن هذه الرهانات لا تزال قائمة بما ينزل بمخاطر غير محدودة على الأمن القومي العربي. السيدات والسادة، إن أدوات الحفاظ على الدولة الوطنية لا يمكن أن تقف عند حدود المواجهات العسكرية والترتيبات الأمنية، وإنما يجب أن تمتد لتضم توجها شاملا يدرك أن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تعد من أهم عوامل استقرار الدول واستمرار مسيرتها، ويتناسب مع تعاظم وعي الشعوب بحقوقها، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى انتفاض الشعوب للتعبير عن تطلعاتها وطموحاتها المشروعة والمطالبة بالتغيير أملا في تحقيق مصالحها ومراعاة حقوقها. أؤكد في هذا المقام أن التردي الاقتصادي والاجتماعي يؤثران سلبا وبشكل مباشر على الدولة كفكرة ومفهوم في أذهان المواطنين نتيجة صعوبة التفرقة أحيانا بين الحكومة والدولة، والنتيجة أننا أصبحنا أمام وضع إقليمي شديد الصعوبة والتعقيد، وبات الأمن القومي العربي مهددا على نحو أصبح يتطلب بل ويحتم الحفاظ على ما تبقى من الدول ومؤسساتها وإعادة الثقة لدى المواطنين العرب في إمكانية تعايشهم
تحت سقف دولة واعية بحقوقهم وقادرة على حمايتهم، وهو ما لم يتحقق إذا ما اكتفينا بمحاربة قوى التطرف والإرهاب دون التحرك بخطى سريعة نحو حلول سياسية حقيقية توفر البيئة المواتية لتحقيق التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهي مهمة جسيمة تتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل إنجازها، وتستلزم مشاركة كافة الأطراف الفاعلة لا سيما تلك التي تمتلك القدرة على التأثير في مجريات الحديث في مجريات الأحداث. السيدات والسادة، إن مصر لم ولن تألو جهدا للعمل نحو التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، ويشهد التاريخ على مساعيها الدؤوبة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يساهم في القضاء على أحد أهم الذرائع التي تستند إليها الجماعات المتطرفة لتبرير أعمالها الإرهابية واستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها، ويوفر واقعا إقليميا أفضل للأجيال القادمة في المستقبل. كما دعمت مصر بقوة الجهود الأممية لتسوية الأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، وقد سعينا خلال عام كامل لتشجيع القوى الليبية على التوصل إلى المشاركة في السلطة بأسلوب لا يخل بمبدأ تولي الأغلبية زمام الأمور وفقا لما عبر عنه الشعب الليبي من توجهات عبر صناديق الاقتراع. أما بالنسبة للأزمة السورية، فإن مصر تؤكد دعمها للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة السورية وأهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى مواصلة جهود مكافحة الإرهاب والبدء في جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه. لقد حرصت مصر على مساعدة قوى المعارضة الوطنية السورية في الاجتماع على أراضيها لكي تتفق على رؤية وخطة تطرحها على العالم كله كمخرج سياسي من الوضع الكارثي الذي بات يسود سوريا الشقيقة. لقد اجتمعت بالفعل حوالي 160 شخصية سورية ممثلة لقوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج في مصر يومي 8 و9 يونيو الماضي، واعتمدوا خارطة طريق نحو الحل السياسي التفاوضي، فضلا عن مشروع ميثاق وطني طرحوا من خلاله رؤيتهم للعلاقة الصحية بين الدولة والمواطنين على أساس مبادئ المساواة والمواطنة البعيدة عن مفاهيم الطائفية والعرقية. وقد كان لمصر دور هام في مساعدتهم على تحقيق أهدافهم دونما أي سعي لممارسة وصاية أو هيمنة على تلك القوى المستقلة بأي شكل من الأشكال. وفي اليمن العزيز، فإن مصر كما لم تتوانى عن الاستجابة لدعوة أشقائها في دعم جهودهم لدحر قوى الإرهاب والتطرف، فإنها تؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ السلامة الإقليمية لليمن وتضمن وحدة أراضيه وتصون مقدرات شعبه، كما تكفل إعادة إعماره عقب تحقيق الاستقرار بما يساهم في توفير واقع أفضل لشعبه الشقيق. السيدات والسادة، لقد باتت التحديات التي نواجهها في بناء المستقبل تتطلب معالجة كافة المسببات لما آلت إليه أحوال الدولة في بلادنا، ونحن في مصر على استعداد للتعاون مع القوى الإقليمية والدولية التي تدرك أهمية استقرار العالم العربي وتؤمن بأهمية عدم التدخل في الشأن العربي لدعم جماعات محدودة تقسم من رصيد الدولة ودورها. وعلينا كقيادات عربية أن نواصل العمل على إعلاء قيمة الوطن والانتماء له في وجدان شعوبنا، وأؤكد من هذا المنبر أن مصر على استعداد للتفاعل مع كافة أعضاء المجتمع الدولي في إطار الندية والاحترام والاحترام المتبادل وصولا إلى منظومة أمن جماعي تعيد إطلاق عجلة التنمية والتبادل التجاري والاستثماري والثقافي والسياسي، وتيسر
استفادة الشعوب من إمكانات منطقتهم الهائلة، ولتكون منطقة الشرق الأوسط مساهمتها الإيجابية في استقرار العالم وخدمة الحضارة البشرية كما كانت على مر التاريخ. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.